يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 27 الصغرى 18، الإسكندرية 24 16، مطروح 22 12، بورسعيد 22 16، الإسماعيلية 27 15. نذهب إلى السويس 27 16، العريش 24 15، طابة 24 16، شرم الشيخ 26 17، الغردقة 25 16. أما في الأقصر فالعظمى 31 والصغرى 15، أسوان 30 16، الوادي الجديد 31 16، شلاتين 28 17، وأخيرا حلايب 25 17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.